مساء الخير. قبل ما ندخل بتفاصيل أخبار المساء، بتبقى الأولوية للتحية المستحقة والواجب لكل فرد من أفراد الطاقم الطبي والتمريض بلبنان، واللي هن بخط الدفاع الأول بمواجهة فيروس كوفيد-19. الخطوة برمزيتها وتواضعها كانت من كتير لبنانيين على شرفات منازلهم، كما من مختلف القطع الصحية والاستشفائية والمسعفة، إلى جانب قوى الأمن الداخلي من أمام مستشفى رفيق الحريري وفوج حرس مدينة بيروت. تحية من قوى الأمن الداخلي وجميع المواطنين إلى الطاقم الطبي. تحية تقدير وإجلال للجهود اللي عم بتقوموا فيها وللتضحيات بظل تفشي فيروس كورونا. تحية للطاقم التمريضي ولجميع المسعفين والممرضين والممرضات لكل التضحيات اللي عم بتقوموا فيها ولاستجابة النداء والاستغاثة. ومن لكم انه انتو الجندي المجهول بظل الحرب اللي عم نعيشها حاليا. تحية لجميع المرضى والمصابين بفيروس كورونا، ومن لهم قلوبنا معكم، صلاتنا معكم لتقطعوا هالمحنة وترجعوا لعائلتكم سالمين. من التحية إلى الجسم الطبي بلبنان إلى الأخبار الإيجابية، مع ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كوفيد-19 ل 32، بعد ما كانت أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 438 بزيادة 26 حالة عن يوم أمس. وزير الصحة حسن حمد أشار من جهته إلى أن أرقام المصابين بالفيروس بلبنان عم تتسجل بارتفاع 10% تقريبا، معتبرا الأمر مؤشرا إيجابيا ولكن محاطا بالحذر، وأكد أن الأرقام متوقفة على التزام الناس بالتدابير الحكومية واللي قد تكون مؤشرا للمرحلة المقبلة أيضا. وأضاف وزير الصحة إمكانية بناء معطيات لمسار فيروس كوفيد-19 وسلوكه حتى تاريخ 12 نيسان، اليوم الأخير من التعبئة العامة الممددة. هذا وكان أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية أعلن عبر تويتر عدم إصابة أي وزير بالفيروس، قائلا: بعد التحية لمن يخاطر بصحته وصحة عائلته لإسعاف المصابين، تحية موصولة لمن يؤمن استمرارية عمل مرافق الدولة والوقاية أثمرت غياب أي إصابة بالفيروس بصفوف الحكومة بنتيجة الفحص المخبري على رغم اجتماعاتها المكثفة. خيارنا الوحيد هو أن ننتصر وسننتصر، ختم مكية. بالمقابل، لا يزال البعض يخاطر ليس فقط بحياته وبحياة عائلته، وإنما بحياة كل لبنان بتحدي قرار حظر التجول بإطار التعبئة العامة. وصور قلة المسؤولية اليوم وغياب الوعي المواطني تنقلتها مواقع التواصل الاجتماعي من حي السلم. رائدة، مساء الخير حبيبة قلبي. هذا الفيديو من على موقف حي السلم. العالم طلعت من بيوتها، الشباب قطعت طرقان، نزلوا بالموتوسيكلات، العالم جاعد، العالم عم بتخانق الدولة على تسكير بكتير، العالم عم بتخانق الدولة عشان اللي عم بيصير. بدنا ناكل، بدنا ناكل. هيدي مثل ما شفت الشباب كلها عم تتظاهر. وبمنطقة سعد نايل وقع إشكال مساء، وأوضح رئيس البلدية ببيان أنه ما حصل أو لفت إلى أنه ما حصل أنه عدد من الشبان أقفل طرقات عدة بالمنطقة، كانت البلدية اتخذت قرار بإقامة نقاط مراقبة عليها، وأن الشبان قاموا بالتهجم على أعضاء البلدية لدى حضورهم لإقامة نقطة مراقبة، ما استدعى تدخل الجيش والقوى الأمنية للفصل بين الطرفين. Yeah!
آلية لعودة اللبنانيين بالخارج إلى لبنان على طاولة مجلس الوزراء الثالثة، والتركيز على تحقيق العودة الآمنة غير المتسرعة مع احترام مبدأ الوقاية والتقدير السليم لأي عملية بما فيه حماية اللبنانيين المقيمين والمنتشرين على حد سواء. الثلاثاء المقبل تدرس الحكومة اللبنانية آلية لعودة المقيمين اللبنانيين في الخارج إلى لبنان، عودة كان لافتا أن تصفها ورشة العمل التي عقدت في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب السبت بالآمنة. ورشة العمل أطلقت الأفكار التي يفترض أن تتبلور بصورة كاملة حتى يوم الثلاثاء موعد الجلسة الحكومية للبت بها انطلاقا من الاتفاق على مبدأ العودة الآمنة السريعة لكن غير المتسرعة أو المتهورة، خصوصا أن أي عودة لأي لبناني والتي تندرج في سلم حقوقه لابد أن تتماشى والإجراءات المتخذة في لبنان لاحتواء انتشار فيروس كورونا والسيطرة عليه ومنع تفشيه بما يفوق قدرته الطبية على استيعاب أي تأزم في الوضع. ثلاثة عناوين ستركز عليها الآلية الحكومية، ففي العنوان الأول تأكيد مبدأ العودة الاختيارية، والنقطة الثانية تتعلق بتحديد الأولويات، خصوصا أن الدول الغربية مثلا لم تعمد إلى إعادة مواطنيها المقيمين خارجها، كما لم تجد حاجة حتى إلى القيام بعمليات إجلاء إلا لقلة من المسافرين المؤقتين للسياحة مثلا أو العالقين في إحدى الدول التي انتشر فيها الفيروس. فيما العنوان الثالث مرتبط حكما بتحديد مستلزمات هذه العودة وكلفتها من النقل الجوي إلى الحجر في لبنان والاستشفاء في حال الحاجة. تبقى الآلية إذن بأهمية القرار إذا لم تكن أهم من قرار إعادة اللبنانيين المضمون والمكفول بالدستور وبمبدأ حرية التنقل والذي يسمو كل المبادئ الأخرى لكل لبناني، لكن ذلك لا يلغي أهمية اعتماد مبدأ الوقاية والتقدير السليم، خصوصا أن تنظيم رحلة إلى دولة تواجه كورونا تستدعي وضع آلية صحية كاملة ومتكاملة تستند إلى مرجعية واحدة، لا سيما أن عملية إعادة اللبنانيين مقسومة إلى ثلاثة مراحل. مرحلة أولى في بلد التواجد خارج لبنان للتأكد مما إذا كان اللبنانيون يلتزمون توجيهات الحكومات خصوصا لجهة الوقاية والحجر المنزلي الذاتي، بالإضافة إلى كيفية الانتقال من المنازل إلى المطارات قبل الطائرات. ثانيا تنظيم رحلات العودة التي تستوجب إخضاع الراغبين بالعودة لفحص PCR لتحديد إصابته بفيروس كورونا من عدمها قبل تحديد عودته وتاريخها وتفاصيلها، ما يستدعي تأمين الفحوص لجميع الراغبين بالعودة، علما أن بعض السفرات أبلغت عدم توفر هذه الفحوص لديها، فهل يمكن أن تنقل رحلة واحدة على متنها مصابين بالفيروس وآخرين غير مصابين، وكيف يتم توزيع المسافرين، بالإضافة إلى ضرورة تجهيز طواقم طبية متخصصة. والمرحلة الثالثة تكون في لبنان لتحديد أماكن الحجر الإلزامي التي يفترض أن تشمل كل العائدين وتحديد كلفتها. كل ذلك مع أهمية تحديد الجهة التي ستتحمل نفقة الأمر، هل هي الدولة اللبنانية أو اللبنانيون راغبون بالعودة أو تعاون من نوع آخر؟ وزارة الخارجية والمغتربين نشرت أرقام الخطوط الساخنة للسفارات والقنصليات العامة اللبنانية في الخارج، وهي منذ اللحظة الأولى تتابع عملها وتعطي توجيهاتها للسفارات والتي تقوم بدور بارز لها مع الجاليات اللبنانية كإيطاليا وألمانيا، وبشكل خاص سفارة فرنسا التي تواصلت مع اللبنانيين في كل المناطق الفرنسية للوقوف على أوضاعهم وما إذا كانوا يحتاجون إلى المساعدة في المنامة أو المعيشة أو المأكل أو حتى الطبابة. يبقى أن أي عودة وهي حق محسوم لا يمكن أن تكون عشوائية تلبية لأي شعبوية، يمكن أن تعرض اللبنانيين المقيمين والمنتشرين لخطر عزل داخلي على امتداد 10452 كيلومتر مربع وتفشي إصابة بما يفوق قدرة القطاع الصحي على التعاطي معها في ظل عبء لمليوني شخص من اللاجئين والنازحين. بإطار متصل أصدرت جمعية المصارف بياناً أعلنت فيه أنها كانت ولا تزال ملتزمة بتحويل المبالغ المناسبة للطلاب اللبنانيين المقيمين بالخارج إذا كان لدى هؤلاء الطلاب أو ذويهم حساب مصرفي بلبنان، وأضافت أنه بحال قررت السلطات اللبنانية إعادة من يرغب من هؤلاء الطلاب إلى لبنان بسبب الأوضاع الراهنة فأن المصارف على أتم الاستعدادات لتحويل ثمن بطاقات السفر لصالح شركة طيران الشرق الأوسط بالدولار الأمريكي لكل طالب راغب بالعودة ولديه حساب بالمصارف اللبنانية. عودة اللبنانيين المنتشرين بالخارج كانت فتحت نقاش من نوع آخر مرتبط بمصير الحكومة بعد ما كان رئيس مجلس النواب نبيه بري تحدث عن تعليق المشاركة بالحكومة إذا لم تحسم أمرها بموضوع إعادة المنتشرين يوم الثلاثاء. وللمزيد حول هالموضوع بينضم لنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي أستاذ غسان جواد. مساء الخير أستاذ غسان. مساء الخير.
لافتة قبل شوي التغريدة يلي كتبتها حضرتك أولا عبر تويتر، لاسيما لجهة عودة الزخم لمفهوم الدولة، بوقت كنا هون بلبنان قبل يومين عم نشوف مطالبة، أو إذا حث خلينا نقول من رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الحكومة اللبنانية، أو يعني لحسم موضوع إعادة المنتشرين وإلا تعليق المشاركة بالحكومة. هل فينا اليوم نوقف مسار الدولة أو نسقط حكومة أو نعلق مشاركة بهيدي المرحلة بالذات؟ يعني بعتقد أنا يجب وضع هذه المسألة في إطار اللعبة السياسية التقليدية بلبنان. يعني هذا الخيار هو خيار يطيح النظام الديمقراطي، أما بالسياسة فكان هو عملية ضغط، لأن هذا الملف مهم بالنسبة للرئيس نبيه بري، وواضح أنه على إجماع لبناني، يعني كل الأفرقاء اللبنانيين أعلنوا عن دعوتهم للحكومة لكي تقوم بجهود لإعادة اللبنانيين الراغبين بالعودة، ولا سيما المعرضين لمخاطر جدية جراء بقائهم برا، وعم تتحول جزء منها لأزمة اجتماعية أيضا، في منهم ما بقى معهم مصاري، في منهم ما عادوا قادرين يتحركوا بشكل جدي. هلا الموقف الان انه القرار بعودتهم سيتخذ، ولكن النقاش هو الآلية، والى اي مدى سوف تكون الدولة اللبنانية قادرة على ادارة، يعني على دفع هذا الملف الى خواتيم سريعة بامكانياتها الحالية. وطبعا هون لابد من الإشارة إلى أهمية مساعدة القوى السياسية كلها. إذا اعتبرنا أن التيار مثلا قوي بأوروبا، المستقبل قوي بالسعودية، حركة أمل قوية بأفريقيا، هذه القوى موجودة على الأرض وتستطيع أن تساعد السفارات وتستطيع أن تساعد الدولة على وضع يعني آلية وعلى ضبط هذه المسألة بمدة زمنية محددة بأرقام محددة بحالات وفق أولويات معينة. ومن ثم يأتي دور البعض العلمي، أنه بدك تطلع طيارة بدها تكون نظيفة بالكامل، ما فيها أي حدا عنده الفيروس، أحسن أنه العدوى لغيره يعني. صحيح، وعملية التوزيع حتى. أما مصير الحكومة فبرأيي هو غير مطروح الآن، ولا حتى لو صارت توترات سياسية. مصير الحكومة مرتبط بمجموعة عوامل. ما هي؟ وهذه يعني أولا الواقع الذي نشأ بعد 17 تشرين. ثانيا الآن بظل أزمة كورونا، من غير المتوقع أن طرح موضوع الحكومة بهذا الشكل، قد نشهد تجاذبات وقد يعلو الصوت ويخفض الصوت ويصير في يعني نوع من نقاش سياسي عالي وحاد، ولكن كل هذا النقاش يبقى تحت سقف أن عدم وجود هذه الحكومة الآن سوف يؤدي إلى مزيد من الأزمات والانهيارات الاقتصادية والاجتماعية وهلأ الصحية أيضا. ما رح يكون في إمكانية لتشكيل حكومة جديدة عمليا إلا إذا حظوظ الرئيس سعد الحريري متوفرة بالعودة. مش معلوم أنه نقدر نتفق على تكليف سريع وتشكيل سريع. هذه يعني هي أول نقطة. اثنين، اولا يعني حتى الان الظروف التي ادت الى خروج الرئيس سعد الحريري وعدم تكليفه مره ثانيه لم تتغير، بل تعقدت، يعني لم تتغير لا بالمعطى الدولي ولا بالمعطى المحلي. وبالتالي يعني انا اعتقد انه الكلام عن مصير الحكومه يجب ان لا يكون مطروحا اليوم، لانه ليس لاحد اي رغبه او اي طرف بان يهدد مصير الحكومه بالظرف اللي نحن عم نعيشه، ولا اعتقد انه احد من القوى السياسيه اللي هي موجوده بالحكومه. نعم. وهن يعني بشكل اساسي حزب الله وحركه امل والمردة والتيار الوطني الحر. ما بعتقد انه هذه القوى سوف تؤدي الى التفريط بهذه الحكومه باللحظه اللي عم بيعيشها البلد، والحكومه عم تواجه اربع ازمات حكينا عنهم يعني. نعم. الأزمة المالية،
أزمة المصارف مع المودعين، الأزمة الاقتصادية اللي هي كتير حادة، الأسعار مأساة صارت الأسعار، وهون لازم نسأل وزارة الاقتصاد عن كيفية العمل على ضبط الأسعار وما ينتركوا التجار يعني على راحتهم. أربعة، الأزمة الاجتماعية الناتجة عن الأزمة الاقتصادية وعن أزمة المودعين والمصارف. أستاذ غسان، البعض ربط يعني موقف الرئيس بري ليس فقط بمسألة مواجهة فيروس كورونا بقدر ما هو مرتبط ربما بملفات أخرى. كنا شفنا تباعد إذا أمكن القول بين الرئيس بري والرئيس حسان دياب بموضوع التعيينات، حتى بموضوع الكابيتال كنترول، الوزير غازي وزني سحب مشروعه يلي كان عليه بعض الملاحظات. هل ممكن تكون هيدي الرسالة مرتبطة بمثل هذه العناوين أكثر ما هي مرتبطة عمليا بملف عودة المنتشرين؟ يعني أنا بعتقد أنه حتى بموضوع التعيينات ليس هنالك خلاف يعني جوهري. الرئيس حسان دياب يعني عم يطلب أن تقدم كل القوى اللي عندها مرشحين سيفيات، مثلا المقعد الشيعي اللي هو تقليديا رئيس بري بسميه، هالمرة الآلية عم تختلف، أنه رئيس بري مثلا وأي قوة سياسية تانية بتسمي ثلاث أسماء والحكومة تختار اسم من هذه الأسماء. بمعنى أنه يكون في ناس كفؤين وناس يتقدم سيفياتهم، والآلية اللي هذه اللي كانت يعني الآلية المقترحة، وانه يكونوا كلهم جداد وما يتم تعيين حدا قديم، كل هذه الامور يعني. فما بعتقد انه هذه الملفات الان راح تشكل امكانيه لتفجير الحكومه بالوقت والظرف اللي عم نعيش فيه، هذا النوع من الازمات وباء كورونا يعني. وبعتقد ربط الموقف من المغتربين بهذه المساله او بالكابيتال كنترول هو جزء من يعني المخيال السياسي اللبناني. ما بعرف، ما بدي اقول انه مش صحيح، بس كمان ما بدي اقول انه صحيح، لانه الحسابات السياسيه يوم بيوم عم تختلف وتتغير. وموازين القوى اللي جابت هذه الحكومه لا تزال هي ذاتها، وايضا الظروف التي حالت دون عوده الرئيس سعد الحريري بالسابق لم تتغير حتى الآن يعني. فبعتقد ما في خطر على مستقبل الحكومة، وبلبنان يعني في ظروف معينة تصد فيها الحكومات. هل نحن رح نكون أمام تعيينات الخميس المقبل بما يتعلق بالمصرف المركزي ونواب الحاكم وكل؟ مفروض يعني، مفروض كانت تأجلت أسبوع من أجل اقرار هذه التعيينات اللي هي ضروريه بعتقد باطار اعاده الهيكل يعني. نعم نعم. الكاتب والمحلل السياسي استاذ غسان جواد، شكرا لك على هالمداخله. شكرا. مبادرات فرديه وحزبيه للمساعده بحجر اللبنانيين، شو بيقول اصحاب هالمبادرات وشو يلي تامن لحد الساعه باكثر من منطقه؟ التقرير للزميل جورج عبود. كورونا خيارين فقط أمام المصابين بالفيروس، إما دخول المستشفى بالحالات الصعبة وإما الحجر المنزلي للمصابين بالعدوى، ولكن بدون ظهور عوارض عليهم. هو عزل ذاتي له شروطه الخاصة من أجل تفادي الاختلاط ونقل العدوى، أهم استعمال غرفة منفصلة عن باقي أفراد الأسرة، أيضا حمام داخلي مخصص فقط للمصاب، بالإضافة لغسل الملابس بطريقة منفصلة. هالحجر المنزلي مستحيل، وخاصة عند يلي بيملك شقق صغيرة، وهو أمر شرع البواب على فكرة تخصيص فنادق من أجل هيدي الغاية كخطوة استباقية في حال تزايد أعداد المصابين والتخوف من نفاذ أسرة المستشفيات. فكرة لقت استنكار من قبل نائب أصحاب الفنادق بيير الأشقر، اللي أعلن رفض مصادرة الفنادق والمنتجعات المؤهلة من أجل تحويلها للحجر الصحي. بالمقابل وعن تصفح فيسبوك، لجأ بعض أصحاب الفنادق والمنتجعات بالريف وبظل الركود الاقتصادي الحالي للتسويق لاستقطاب من يرغب بالهروب بعيدا عن الناس وخوفا من الفيروس. في سياق متصل كان ملحوظ تقديم بعض الأحزاب خطط طوارئ من أجل مواجهة الأسوأ من خلال تحضير مراكز للحجر الصحي، حيث تبين أن التيار الوطني الحر بتوجيهات من رئيسه الوزير جبران باسيل كان الأنشط بالموضوع من خلال تأمين 27 مركز.
عضو تكتل لبنان الأول النائب سليم عون كان نشر عبر حسابه على فيسبوك صور من فندق سان جان بزحلة، اللي قام مالكو ريشار الشيخاني بوضعه بتصرف لجنة طوارئ قضاء زحلة بالطيار الوطني الحر لمكافحة الكورونا. مبادرة إنسانية وفقط إنسانية لمكافحة هالوباء. حطيت الفندق تبعي تحت تصرف المعنيين لحتى يكون للحجر الصحي إذا حدا عاز، إن شاء الله ما حدا بيعوز. أوتيل مؤلف من 15 غرفة، بكل غرفة في حمام، في براد، في تلفزيون، في انترنت، ما بيعوز شيء. وأنا بأكد إنه العطاء ما له حدود، وهيدي مبادرة محطوطة لكل الناس دون تفرقة، وخاصة إني أنا من مدرسة الجنرال ميشيل عون يلي بفتخر فيها. خطوة جريئة أقدم عليها المالك، ممكن يترتب عنا خسائر، إلا أنه الأهم هو روح التضحية والمساعدة. ما في حدا حاطط على راسه خيمة بالنهاية. بكل المستشفيات بيصير في تعقيم لغرف العمليات، بنعمل عملية جراحية بترجع بتتعقم الغرفة، بنعمل عملية تانية وتالتة ورابعة. يعني المنطق بيقول والوعي بيقول انه لا، مش لازم الناس تخاف، وانا خاصة انه بتكل على وعي الناس، يعني ما انها لقد قصة بتخوف. واتكال الاول والاخير على الرب يسوع. صحيح انه كلفة التعقيم رح بتكون غالية، بس يلي بيقدم اوتيله مع المي السخنة اكيد والكهرباء والانترنت من جيبته الخاصة ما رح يتضايق اذا عقم الاوتيل مرة واثنين وثلاثة. المهم انه نطلع من هالوباء. بقضاء صغرتها ايضا اعتبر رجل الاعمال الجوب ونصيف انه هيدا زمن التعاضد والشجاعة، والباقي تفاصيل. واضعا فندق المنتجع اللي بيملكه ببلدة أردي واللي بيضم 20 غرفة بتصرف وزارة الصحة. بهيدي الهمة اللبنانية وسوا ايد بايد رح نقطع الازمة باقل خسائر بشرية. قرار حظر التجول ما شمل الإعلاميين والصحفيين والعاملين بهالقطاع، إلا أنه البعض عانى بالحد من تحركاته. فشو قالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد للأو تي في بهالصدد؟ أنا برجع بأكد أنه قطاع الإعلامي هو منه أكيد داخل ضمن الاستثناءات بهذا الموضوع، وبالتالي هن ما بيسرع عليهم منع التجول. ونسقت مع وزير الداخلية لحتى يسهلوا مرورهم عندما يقوموا بمهماتهم. هلأ بطبيعة الحال لازم يكون هذا الإعلامي معه بطاقة بتعرف عنه، يا أما بطاقة النعابة يا أما بطاقة بانتسابه لا مؤسسة إعلامية، وبكون أكيد هالبطاقة فاعلة. هلأ ما بعرف شو صار بالضبط معكم، بس اللي فيني أقوله أنه نحن منأكد أنه الجسم الإعلامي هو أكيد منه داخل بهيدا منع التجول، وهالشي بالتوافق مع معالي وزير الداخلية. ممكن يكون مثلا أنه لازم يكون في تصريح مرور غير البطاقة الإعلامية، أو البطاقة الإعلامية كافية؟ البطاقة الإعلامية كافية، بس اللي يمكن مش مسموح أنه تكون أكيد البطاقة بالبيت نسيها، لأنه هون نكون عم نصعب مهمة القوى الأمنية، لأن ما فيه يتحقق مع هذا الشخص وبالفعل إعلام عم بقوم بمهامه. وإذا كمان يعني الورقة ممضية أو غيرها، هذه كلها يعني أنا برأيي ما نجرب نصعب على القوى الأمنية، فخلينا نكتفي بالبطاقة شو البطاقة الأصلية للإعلام والصحافة، وبعتقد ما رح يكون في مشكلة أو أي عقبة في الموضوع. هل ممكن يكون في تواصل مع معالي وزير الداخلية لإعادة التعميم على القوى الأمنية والعسكرية أنه نحن استثناء؟ السيد الوزير على علم بهذا الموضوع، وهو دايما على السمع، وهيدي الرسالة وصلت. يعطيكم ألف عافية، عم تعملوا جهد جبار، الله يقويكم. فاصل ومنتابع أخبار المساء.
بروتوكولات العلاج من فيروس كوفيد 19 عم تتوالى وغالبيتها قائم على العلاجات المستخدمة بعلاج الملاريا. شركة نوفارتيس العالمية على رأيها علاج الملاريا أكبر أمل لمواجهة كورونا، فهل وصلت اختبارات إلى مراحل متقدمة؟ كشف الرئيس التنفيذي لشركة نوفارتيس أن العلاج المخصص لعلاج مرض الملاريا وأمراض أخرى بيمثل أكبر أمل لمواجهة كوفيد 19. ونقلت صحيفة سويسرية عن الأخير قوله أن الدواء المعروف باسم هيدروكسيكلوروكوين واللي بيستخدم بعلاج الملاريا والذئبة والتهاب المفاصل هو أكبر أمل للشركة بمواجهة فيروس كورونا الجديد. وتعهدت نوفارتيس بمنح 130 مليون جرعة ودعم التجارب الإكلينيكية والسريرية اللازمة قبل إقرار استخدام الدواء بعلاج فيروس كورونا بحسب ما ذكرت وكالة رويترز. وقال الرئيس التنفيذي لنوفارتيس بتصريح للصحيفة السويسرية الدراسات قبل الاختبارات السريرية على الحيوانات وكذلك البيانات الأولى من الدراسات السريرية تظهر أنه هيدروكسي كلوروكوين يقتل فيروس كورونا، ونحن نعمل مع المستشفيات السويسرية على البروتوكولات الممكنة لعلاج وللاستخدام السريري للدواء، ولكن من السابق لأوان قول أي شيء بشكل قاطع. وأضاف أنه الشركة تبحث حاليا عن مكونات دوائية فعالة إضافية لإنتاج المزيد من العقار إذا نجحت التجارب السريرية. يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان روج لهذا الدواء كعلاج محتمل للفيروس الجديد خلال أحد مؤتمراته الصحفية، ولكن على الرغم من أنه يستخدم بعلاج المصابين بالفيروس إلا أنه لم يصل لمرحلة أنه يكون العلاج النهائي للوباء. مع هالخبر بنوصل لختام نشرة أخبار المسألة. المزيد تابعونا عبر فيسبوك وتويتر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.